في يوم يعد منارة للفرد والمجتمع، يأتي الاحتفال باليوم الدولي للتعليم بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2018. يوم يمر على الأردن كبلد يشكل العلم وجهته الأولى، وبعدد طلبة يزيد عن 2 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومدارس تعليم اللاجئين السوريين، واقع ينعكس على مجالات الحياة كافة ضمن أجيال مسلحة بالمهارات المتنوعة وما يطلبه سوق العمل وحاجة البلاد. أما واقع الإنفاق المالي فيقدر بأكثر من 1 مليار دينار خلال العام الماضي. نحن في وزارة التربية والتعليم نهتم بجميع مكونات العملية التعليمية، من معلم ومناهج ومن متعلم ومن بيئة تعليمية، بحيث يسهم النظام التعليمي في التنمية المستدامة لبلدنا الحبيب. وبالتالي فنحن في خططنا الاستراتيجية نهتم بجميع هذه التفصيلات من أجل أن يكون التعليم متطورا في هذا البلد الحبيب. وفي الوقت الذي يعد فيه الأردن قد أرسى قواعد نظم التعليم المدرسي وشرع قوانين وأنظمة تؤطر لسياسات تعليمية، حتى أصبح واحدا من الدول التي تملك أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم، بهدف استثمار العقول وتطوير التعليم والتفكير الإبداعي، حيث يصل عدد المدارس المملوكة والمستأجرة لوزارة التربية والتعليم إلى أكثر من 4000 مدرسة. نحن ننفق ما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم، ومثل هذا الرقم يجب أن يرتفع إلى 5% أو 6%، لأن التعليم الحديث أصبح ضروريا ومكلفا نسبيا. المدارس لابد من تطويرها لتصبح مدارس أقرب إلى المدارس الذكية والمدارس الرقمية، الجامعات كذلك لابد من تطويرها. جوانب الاهتمام بالتعليم في الأردن لم تنعكس على الطلبة فقط، بل طالت المعلمين من خلال برامج إشرافية وتدريبية على طرق التعليم الحديث، إضافة إلى الاهتمام بالمبادرات الإبداعية والإنجازات المدرسية والمشاريع التربوية التي تخدم العلم والبحث العلمي بشكل عام. الموائمة ما بين المهارات والمعلومات هي من أهم الجوانب التي يتم التطلع لها مع مرور اليوم العالمي للتعليم، وضمن المراحل كافة عمليات تأتي بشكل كامل وضمن مراحل التعليم التي من شأنها تنمية القدرات وتعزيز المجتمعات. عبيد ضمور، المملكة، عمان. ومعنا عبر الهاتف من عمان مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسافي. صباح الخير دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بك معنا. ما مدى رمزية الاحتفال اليوم باليوم الدولي للتعليم؟ صباح الخير أختي روز ولا جميع متابعي قناة المملكة. سيدتي، يعني يأتي هذا الاحتفال باليوم العالمي للتعليم والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 5 سنوات، هذه هي المرة الخامسة. الشعار الذي يأتي به هذا الاحتفال والذي يصادف 24 من شهر كانون الثاني من كل عام تحت شعار إيلاء الأولوية في التعليم كوسيلة للاستثمار في البشر. طبعا رمزية هذا اليوم أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وبالتالي نحن في وزارة التربية والتعليم مهمتنا أن كل من يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ممن هم في سن التعليم أن يكونوا ملتحقين في التعليم النظامي، وبالتالي كل الطرق التي تؤدي إلى ذلك نهتم بها في الوزارة باعتبار التعليم حق دستوري كفلته جميع المواثيق والدساتير الدولية، وهو البوابة الرئيسية للتقدم والازدهار والتنمية المستدامة في أي بلد. يجب أن يكون النظام التعليمي البوابة التي من خلالها ندخل إلى التقدم وإلى التطور. نعم دكتور، منتدى الاستراتيجيات الأردني قال أن تداعيات تفشي جائحة كورونا كان لها أثر كبير على تراجع أنظمة التعليم في الأردن مع رفع القيود بشكل كامل عن المواطنين في والإجراءات بشكل عام بسبب جائحة كورونا، كيف من الممكن أن يعاد القلق مرة أخرى لقطاع التعليم بعد التراجع كما قال منتدى الاستراتيجيات الأردن الذي شاهدناه خلال فترة جائحة كورونا؟
أستاذ حمزة، تعلم أن جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع الأنظمة التعليمية ليس في الأردن فقط، وبالتالي نحن في وزارة التربية والتعليم اتخذنا خطة استراتيجية على ثلاثة مستويات: المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد، لمعالجة الفاقد التعليمي الذي ينشأ عن من خلال تحول التعليم للتعلم عن بعد. بتعرف أنه إحنا نؤمن دائما بأن التعليم الوجاهي هو الأساس، لأن الطالب يتعلم في المدرسة ليس فقط المعرفة النظرية وإنما البناء الشخصية الطلابية المتكاملة والمتوازنة. لذلك قمنا بإعطاء برامج لتعويض الطلبة عن هذا الفاقد. برنامج المفاهيم والنتاجات الحرجة طبق في العام 2021-2022 واستمر لمدة شهر، استهدف مباحث رئيسية هي العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية. أيضا هناك البرنامج العلاجي والذي يقوم المعلمون بتنفيذه لتعويض الطلبة عن هذا الفاقد، والخطط الإجرائية العلاجية مستمرة للقيام بذلك. من خلال أيضا قمنا بدراسات تشخيصية للوقوف على هذا الفاقد وكيفية تعويضه. نعم، يعني هذه الإنجازات نستطيع أن نتكلم عنها، هي التي استطاعت الوزارة تحقيقها خلال الفترة الماضية، صحيح سيد أحمد؟ سيدتي، إنجازات وزارة التربية والتعليم كثيرة. نعم. يعني قبل عدة أيام احتفلنا باليوم العربي لمحو الأمية، والحمد لله الأردن يعني نسبة الأمية 4.9%، أقل من 5%، في حين إذا تحدثنا عن المتوسط الحسابي لنسبة الأمية في الوطن العربي أكثر من 20%، والمتوسط الدولي 13.6%. نحن في وزارة التربية والتعليم نهتم بجميع مكونات النظام التعليمي، من مناهج ومن معلمين ومن متعلمين ومن بيئة تعليمية. نهتم برياض الأطفال، لأن الدراسات أثبتت أنه الطلاب الذين التحقوا برياض الأطفال كان إنجازهم متميزا في اختبارات الدولية تيمز وبيزا عن الطلاب الذين لم يلتحقوا. نهتم بالتعليم الدامج والطلاب ذوي الإعاقة وكيفية دمجهم في المدارس مع أقرانهم في المدارس النظامية. نهتم بالتعليم المهني، لأنه الطالب الذي يمتلك مهارات مهمة لمواكبة المستجدات في القرن 21. جميع أركان العملية التعليمية نهتم بها حتى يكون هناك النظام التعليمي متطورا. نعم، طيب يعني بالحديث عن طرق التعليم الجديدة أو المتطورة والتي تحدثت عنها الآن، يعني طرق التعليم أخذت مناحي جديدة الآن، كيف تنظر إلى الفرق ما بين طرق التعليم القديمة والحديثة، وأيهما أفضل الآن؟ سيدتي، طرق التدريس الحديثة نحن ندرب المعلمين عليها. نحن ماذا نريد من الطالب؟ نريد ثلاثة أشياء: نريد منه معرفة، ونريد مهارة، ونريد اتجاهات. وهذه كلما كانت المنطقة المشتركة بين هذه الثلاثة أشياء أكبر ما يمكن، كلما كان النظام التعليمي قادر على أن يخرج طلبة يواكب مهارات القرن 21. طرق التدريس الحديثة تعطي الطالب الدور الأكبر في اكتساب المعلومة، ليس في تقبل المعلومة فقط، وإنما في بناء المعلومة، في النقد، التفكير الناقد، في حل المشكلات، في القدرة على اتخاذ القرار، التعليم التعاوني، التعليم المبني على الذكاءات المتعددة وأنماط التعلم. كل ذلك دور المعلم اختلف من معطي للطالب إلى ميسر وموجه، وبالتالي المعرفة يكتسبها الطالب بنفسه، لأن الدراسات أثبتت أن الطالب عندما يكتسب المعلومة بنفسه تساعده على البقاء طويلا، وممكن استخدامها في مناحي أخرى. نعم دكتور، لا شك بأن تطوير العملية التعليمية هو يحتاج أيضا لبيئة لوجستية إن صح التعبير، وإمكانيات تواكب التطور والحداثة الذي يشهد العالم وتشهد العملية التعليمية على وجه الخصوص. في هذا الصدد، ما الذي ينقص المدارس الحكومية اليوم، وتحديدا المدارس في المحافظات ومدارس الأطراف؟ يعني سيد العزيز، نحن لدينا أكثر من 4000 مدرسة حكومية، يعني تحديدا 4057 مدرسة منتشرة في جميع مديريات التربية والتعليم. لدينا 42 مديرية تربية وتعليم، نتعامل مع أكثر من 2,200,000 طالب سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص. كل ذلك لابد من توفير بيئة مدرسية آمنة.
نحن الآن نعمل على بناء أبنية مدرسية حديثة ذات مواصفات وكودات تراعي البيئة الآمنة، بيئة دامجة، بيئة محفزة مشجعة، جميع المدارس منتشرة في جميع ألوية ومحافظات المملكة ومناطق المملكة. وبالتالي كلما كان هذا البناء المدرسي حديث ويراعي ما يطلبه الطالب وما هو مشجع للعطاء من قبل الطالب، كل ما كان ذلك يصب في مصلحة النظام التعليمي. نعم. طب ما الدور الذي يقع على الطالب والمعلم أيضا لإنجاح منظومة التعليم؟ يعني الطالب والمعلم هما محوراء العملية التعليمية. الطالب له دور كبير في أن يكون في اكتساب المعرفة وفي اكتساب المهارات من أجل أن يعطي أفضل ما لديه. نحن ننظر إلى جميع الطلبة أن لديهم قدرات عقلية، وبالتالي نستطيع أن نستفيد من هذه القدرات في بناء الوطن، كل حسب اختصاصه وميوله. احنا في وزارة التربية والتعليم يعني واجبنا أن نوفر لهؤلاء الطلبة البيئة الآمنة المحفزة المشجعة القادرة على استثمار جميع إمكانيات هؤلاء الطلبة لتصب في مصلحة النظام التعليمي، واللي هي أيضا تصب في مصلحة بلدنا الحبيب. كلما كان هؤلاء الطلبة متمكنون من متمكنين من القدرات العقلية ومن القدرة على العطاء، كل ما كان ذلك طبعا كما قلت لك يصب في صالح النظام التعليمي. شكرا جزيلا، كان معنا عبر الهاتف من عمان مدير التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المسافي، شكرا جزيلا لك.